ادري هاي سيارة من؟ يحط السيارة يقول خمس دقائق اروح للاسواق اجيب حفاضات لابني وارجع ويروح ساعتين. دا تشتري حفاضات لو دا تطلع جواز لابنك. شلون وياكم بالله؟ انت مالك اللي يحط عينك على سيارة جهاز مداراني يا اخي، شو اسوي لكم بعد؟ شخص حطيت لكم مافات، احط لكم برميل مافات، بعد شو احط لك؟ احط لك ثلاجة عتيقة هم مافات، اوقف لك جدار عيوني احمد راضي؟ ايش؟ قتلتني بس الصيح الصيح. لك باب الشرطة لا عندك جنب ثاني. عفوا سيد. وين هالسيارة المتروكة؟ ولو هي كروة تعبانة حتى ريوق ما يطلع من عندها. سيد هاي السيارة بس انا اريد اناشد. ايش؟ ترى ازين شواربك نتف وادير لك مغثة بلف صوتك ما سمعه. جبته وجيت من البيت، هذا بالعيون الحسد ابن الهيثم ما يلحقه، هسه راح يشوف انه ايش بيها ما بيها. حبيبي هاي السيارة شكينا بيها اكو سيارة متفخخة، فشنو حرنا ظلينا واحد يفر بذانات الاخ؟ جبتك وجيت. ستاند اب ولا حرف. شنو يعني ستاند اب؟ يعني اسكت ولا حرف. اخرج. هاي مفخخة خارج بغداد. يعني بالصالحية؟ لا لا وش ماله راد يطقها بالعظمية بس ما انفجرت عدي. يا اخي رخصتك سيدي. يا اخي شنو اذا تقرا فنجان بالمحقان دفضها. ستاند اب ولا حرف. بس سؤال، ممكن نسوي كشف الدلالة بالصاندة؟ سيدي رجاء رجاء اسمح لي اقول لك. انت اجراءاتك تاخذها ورا القانون مو هسه. كل من واختصاصه، عيسى بدينه ومرسي السيسي. ستاند اب ولا حرف. لا حد يتدخل، عندي اشياء لازم تجيبوا لي اياها. شنو؟ اول شيء تجيبوا لي طوافه مال تانكي خربان. سهله. ثاني شيء تجيبوا لي واير سحب انقطع بدون قصد. هاي سهله. اوكي؟ ثالث شيء تجيبوا لي شربه سعدي وتقولوا لي ليش سموه سعدي؟ ستاند اب. رابع شيء اريد قرص مال محمود انور. ليش؟ والله محتاجك يا اخي. اقول لك شفت نسود عبالك ازقلك يا كمون، وين الوعد يا امير؟ مو قلت لي بس اجي افجر هادي فجر؟ هي شنو يا كمبيوتر؟ لحظه مرخصتك سيدي، بس هاي المناشده الصغيره يا اخي اسماكم كلها غلط، ما يصير هيجي. كمبيوتر كمبيوتر اسمه، انت اسماكم كلها غلط. الفايبر سموه فايبر، التوكسان سموه توكسان. يا اخي سياره هاي مو معجون، والله العظيم مو معجون، ما يصير هيجي. لك ستاند اب، هاي ليش سمعت العقيبه؟ يا ولد الموضوع ما بيشق، انا محتاج واحد وياي والله العظيم. انا على اتم الاستعلام، قول امير. غسان العراق كله قدامك. ابسط بالدم والله، هذا العراق الغالي تدري ايش قد صار لي منتظر هاي الفرصه فارغ الصمغ والله. عفي علي يا غسان ستاند اب. اصعد بالسياره. يا ولد يا ولد هذا ايش يقصد؟ ايش حكى ايش قال؟ ما اعرف. شد حيلك. شد رايتك. غسان ستاند اب، رجع الكشن. الكشوك؟ الكشن الكشن. رجعته. بعد شويه. رجعته. مرتاح بالقعده؟ كلش. ستاند اب. ايش؟ شو لغايه احترامي؟ رجع الكشن وقدم الكشن. لك هاي شوارب لو صفحه وهميه. لك انا ضاب الشرطه لو كيم خبطه. سيدي هم ذولا ماكو كلش معقدي. انت شو ترجى من الناس بعدهم يتعاركون على هذا البور اللي ذب مي من السطح يسميه مرزيب لو مزريب؟ هم نفسهم اللي من يجي خطار يسوون نفسهم نايمين حتى ما يسلمون عليه، ونشوفك اقول لك هاي بعدك عايش؟ لا مقدم اجازه على الموت رفضوها. انا اسف. انا اسف منكم ومن العراق ومن غسان. ليش؟ الموضوع اكبر من طاقتي بهواي. انا انحطيت بموقف لو مقول على العراق دقيقه 94 اشرف الي وكله على شرط. لا تمدح بروحك. بس سيارتي. هاي سيارتك؟ اي. وهاي الباكيت مالتك؟ اي معود. لعد وين كنت؟ ما تقول لي وين كنت؟ لك شنو انتو؟ ما عندكم اخلاق، ما عندكم اذواق، ما عندكم اسواق، دصعد دصعد. اذيه والله اذيه. اعرف ما عندي ذوق.